اختي هلا طلعت سيلين وراحت على المشفى، وانا هلا رح امرق لعند طولي، باخد اذن النا اثنيناتنا وبلحقها كمان. انا بعتت كم غرض مع سيلين، يعني دخلي وغيره، انتي شو فيهم؟ اذا ناقص شي خبريني فورا. ماشي. طيب حبيبتي، اصلا مو ناقصنا شي تاني ابدا، والممرضات هون ركبوا له شغله ما فهمت شو هي، بس قال رح تضل معلقه شوي وبعد شوي رح نمشي. ايه صحيح، قال بكره رح يخرجوه من المستشفى، بس لسه لهلا ما اكد لنا هالشي. جوري وانتي جايه جيبي هويه ابي معك، يعني هي مو لازمه هون، بس بابا وبتعرفي قال جيبوا لي اياها. طيب اختي رح جيبها. شو بدي اسالك؟ يلا قالت لك شي وين راحت؟ انا من شوي مريت لعندها على المكتب بس ما انا موجوده. راحت على الصيدلية ورجعت، وهلا لها ساعة بالحمام وما عرفت تطلع منه، بس هلا بشوفها. أكيد هي أخدة إجازة، صدقيني ما بعرف. لا تطلع منجي مع بعض. يولا، بحالات الحمل الخارجي اختبارات الحمل تبدي نتائج إيجابية تماما. يولا يولا، أنت منيحة؟ لك ليش طولتي كل هالوقت؟ يولا أنا مرعوبة، يا الله مرعوبة، شو بدي أعمل؟ اختي روقي شوي، لا تعملي هيك، يمكن هالاختبار غلط. صارت مع مسعودة كتير ونحن فرحنا لها على الفاضي. لك انا عملت تحليل دم اليوم بتطلع نتيجته، وما عملته بالمستشفى تبعنا. اخ منك يولا، طالما انضربتوا على قلبكم ليش ما اخذتوا احتياطاتكم؟ ما عم افهم هالشي ابدا. لك انا شو بعرفني اختي، كاني كل يوم عم بغلط، شو اعمل هلا؟ انا راح عندي، يلا شو بدي اقول لبابا؟ وقفي، لا تقولي اي شيء لبابا اصلا، وهو بهالحاله ما فيك تخبريه باي شيء، عم تفهمي شو عم اقول؟ انت استني نتيجه التحليل اللي عم تقولي عنه. جوري انا بعرف، وانا حاسه اني حامل، يعني والله بابا بيموت اذا بيعرف هالشيء. اسمعيني منيح جوري، راح ندير بالنا كثير. بالاول روحي احكي مع عمر بيك وخبريه. لوين بدي روح انا؟ وشو بدي احكي مع عمر بيه؟ يعني انا اختي اكيد اليوم رح اروح وارجي النتيجه لداني الكلب، هو ما رح يتقبل ورح يلي نزلي، بس عمر بيك بيساعدنا بهالقصه وبيستخدم سلطته عليه، ورح يدل ابن اخوه على الطريق الصحيح. يعني مين بده يساعدنا غيره هو؟ احكي لابوه ولا لامه يلي لقطع كل لسانه، ولا لسته العاربه؟ انت متخيلة انه داني رح يتزوجك بسبب الولد يلي ببطنك مو؟ ايه اكيد اختي، انا بأكد لك انه رح نتزوج. عمر بيك ما لازم يعرف بنوب. انا قلت انه اختي رح توقف جنبي بهالموقف الصعب هاد، ولهيك ما خبيت عليك شي. يعني إذا أختي رح تعمل فيني هيك ما عتب على داني. يلا شو عملت يعني؟ فهميني. ها؟ أنا يلي قلت لك تروحي تغلطي هيك غلطة شي؟ لا، وشوفي مع مين علقانة؟ لك أنت متخيلة إذا انتشر الموضوع شو ممكن يصير فينا؟ جوري، يعني صعب عليكي توقفي جنبي شي مرة؟ ها؟ كل هالقد صعب عليكي؟ ما رح تعملي شي غير إنه تحكي لعمر بيك هذا كل الموضوع. لك أنت شو عم تحكي؟ شو بدي أقول له لعمر بيك؟ بدك قل له اختي حامل من ابن اخوك، ومن هالحكي شو انتي غبية؟ هلا انا فهمت عليكي، انتي بدك يعني نزل الولد ما هيك؟ يعني بدك يعني موت ابن اختك ما هيك؟ تعي ولا لا؟ شوف تعي. لك الله يسامحك على اللي عم تحكيه، ولا انا كيف فيني اطلب منك هيك طلب؟ معقول انا بيطاوعني قلبي؟ معقول اسخى فيكي وبابنك؟ بس يا اختي جوري، جوري جاية دقيقة. طالما ما بتصخي معناته رح تساعديني. ترجمة
شهرين ما؟ ايه مثل ما طلبتي وحطيت اسمك على صورة الإيكو كمان. طيب المصاري. ايه صحيح المصاري. داني روحي ترجي عمي ليزيد لك الراتب، ما عندي وقت ضيعه معي. انا مالي جاي مشان الراتب، في شغله مهمه كتير. لحظه داني استنى، قلت لك الموضوع كتير مهم. داني خانم جهاد طلع من البيت وما نو مبين. شبك كأنك مو مستوعب شو مكتوب. طيب ماشي أنا رح أشرح لك. 7 شهور وبتصير أب. بابا انت فكرتيني اهبل قدامك؟ يلا انقلعي. ييه هلا رح تقلي انه الولد مو منك، انا فهمان عليك. انا ما رح اقول شيء يولا، اذا مصره انه هالولد مني بعطيكي مصاري لتسقطيه ماشي؟ الله ياخذك وينتقم منك. شيلي ايدك لا تحاكيني بهالطريقه وليك. داني لداني رح اخليك تندم على